متواجدون معكم الآن من شارع الوحدة غرب مدينة غزة، هذا الشارع الأكثر حيوية في المدينة، تعرض بالأمس يعني تحديدا فجر أمس لقصف عنيف من قبل غارات مكثفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتدميره بشكل كامل. نتحدث هنا عن تدمير لعمارتين سكنيتين، حتى هذه اللحظة يتم انتشال يعني المواطنين من تحت أنقاض الرماد والدمار في مشهد دامي. يعني لا يعني أنا سوف أضع الصورة تتحدث اليوم، سوف أضعكم تشاهدون ماذا يحدث هنا في قطاع غزة. تم تدمير الشارع بشكل كامل، أيضا نتحدث أيضا عن تدمير للبنى التحتية، تدمير لبعض المنازل المجاورة أيضا بشكل جزئي، بحيث يمكن أن تهيل على المواطنين الذين يمرون حتى في هذا الشارع. هذا التدمير الدمار أيضا طال رياض الأطفال في هذا الشارع وعلى امتداد هذا الشارع. أمامكم الآن تقوم الجرافات بانتشال يعني بمحاولة انتشال يعني مواطنين من تحت هذه الأنقاض، حتى هذه اللحظة تحاول أن تنقذ ما تستطيع أن تنقذه من دمار حل بهذا الشارع، هذا الشارع الحيوي الذي يمتد مع مجمع الشفاء الطبي، والذي قد يكون يسهل عملية انتقال المصابين للشفاء الطبي. عرقل هذه العملية اليوم الاحتلال. الآن لدينا أيضا أحد المواطنين الذين يقطنون هذا الشارع، شارع الوحدة غرب مدينة غزة، سوف يتحدث لنا أكثر عن المشهد. كيف كان المشهد هنا في ساعة الفجر؟ يعني كانت ليلة من أصعب الليالي التي ارتكبها نتنياهو من مجزرة واضحة مكتملة الأركان، شيوخ ونساء وأطفال، تم هدم البيوت على رؤوسهم. هذه الجريمة التي ترتقي إلى جرائم الحرب، وهي ضد القانون الدولي الإنساني، ولذلك هي دعوة للمجتمع الدولي التدخل فورا من أجل حماية شعبنا الفلسطيني الآذل من هذه الجرائم التي ترتكب بحق أناس ليس لهم لا حول ولا قوة. يعني تقوم هذه الجرافات والجهات المختصة بانتشال جثامين المواطنين من تحت الركام، هل تطلعنا أكثر معلومات عن هذا الموضوع؟ لسه هم طلعوا شوية ولسه في ناس تحت الركام ومش عارفين نطلعهم، حتى كانت اللي هو بين بين اللي هم الشهداء اللي هو بنات أختي وبنت أختي في العناية المركزة، وبنت لسه إلها عرسة في الشهر الجاي، وفي كمان إلها بنت استشهدت، وطلعنا الولد والبنت التانيين الحمد لله هدول بخير. ربما يكون يعني هذا المشهد كفيل بأن يصف لكم الصورة اليوم. لم يتم تدمير هذا المنزل بشكل كامل، ولكن وضع بهذا الشكل. تحاول الجرافات الآن بأن تخفف من الركام والدمار في الشارع، لمحاولة أيضا لانتشال المواطنين. ننتقل لمواطن آخر، تفضل. اللي صار إنه الساعة 1 بالليل بدأ القصف بشكل عشوائي. إحنا من قوة القصف كنا مفكرين إنه الصواريخ هذه يعني صواريخ ثقيلة في مكان بعيد، بس إحنا ضلينا لنص ساعة مش متأكدين ومش عارفين إنه الصواريخ عندنا. بعد نص ساعة لما قدرنا نطلع، هذا إحنا عايشين في مربع 500 متر. هذا المربع تعرض لجريمة حرب مكتملة الأركان. هذا هو المشهد هنا من شارع الوحدة غرب مدينة غزة، انتشال لجثامين الشهداء. حتى هذه اللحظة تقدر الجثامين ب 26 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض. 7 أيام اليوم للعدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية، هذا العدوان الذي كان برا وبحرا وجوا ولا يزال حتى الآن. طائرات ربما تستطيعون سماعها في هذه اللحظة. لم يفرق الاحتلال بين كبير وصغير، هناك جثامين لأطفال تخرج من تحت هذه الأنقاض في هذه اللحظات. سوف أترك الصورة لكم تتحدث أكثر. إليكم مرة أخرى.